السلام عليكم مشاهدين الأعزاء. هل تعلم عزيزي المشاهد أن الديك كان مؤذنا للصلاة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهيا لنتعرف في هذا الفيديو عن حقائق الديك مؤذن الصلاة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الديك فيه خصائص حميدة وهو يوقد للصلاة، وقد ألهم بمعرفة الأوقات في الليل والنهار ولاسيما في الليل، فهو يقسط أوقاته تقسيطا منظما سواء في الليل والنهار، ثم يوالي صياحه قبل الفجر وبعده، فسبحان الذي هداه لذلك. وكان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يسافرون بالديك لتعرفهم أوقات الصلاة. وفي الصحيحين وسند أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، فإنها رأت شيطانا، فسبحانه الذي هداه لذلك. فهي معجزة في القرآن والسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقد للصلاة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن ديكا صرخ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبه رجل، فنهى النبي عن سب الديك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه ولا تسبه فإنه يدعو للصلاة. فللديك الفضل العظيم في الإسلام، فهو المؤذن والصاحب في السفر للصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إذن صاحب المسلم، فالديك له عظمة في الإسلام، فسبحانه الذي خلق كل شيء. خلق الله تعالى الإنسان ليعبده، وخلق الحيوانات ليسبحون له لكل وقت وحين. لذلك حذرنا الله تعالى من سب الحيوانات، فقد فضل الله تعالى بعض الحيوانات عن الأخرى، فجعل الحمار يرى الشيطان، وجعل الديك يرى الملائكة. لذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الديك لما فيه من خصال حميدة. إذن شرع الله لنا عند صياح الديك أن نسأل الله من فضله، لأنه امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا. شكرا لكم، دمتم في رعاية الله وحفظه.